مطار بيروت، صلة الوصل بين الشرق والغرب. قبل مطار خلدة كان لبنان مطار بئر حسن سنة 1945، لكنه كان صغير بالحجم وفقير بالمعدات وما بيصلح إلا لاستقبال طيارات صغيرة. وكان وزير الأشغال وقتها جابريال المر، من اللي قالوا إذا أراد لبنان الاحتفاظ بمركزه التقليدي كمحور للمواصلات بين الشرق والغرب لازم يباشر ببناء مطار دولي قادرة مدرجاته تتحمل هبوط طيارات كبيرة. وبعد بضع سنوات ولما تمت الاستملاكات اللازمة وقف الرئيس بشارة الخوري ووزير الأشغال بأرض رملية قرب محطة خلدة اللاسلكية وأعلنوا بدء العمل ببناء مطار بيروت الحديث. وب 23 نيسان 1954 دشن الرئيس كميل شمعون مباني المطار الجديد باحتفال كبير علق خلاله وسام الأرز على صدر وزير الأشغال وقتها جابريال المر. بعد تمهيد التلال الرملية ومد المدارج بالإسمنت المسلح وتشييد الأبنية المختلفة شغل المطار الجديد مساحة من الأرض بلغت 3 ملايين متر مربع. وقتها صار قادر مطار بيروت يستقبل 300 طيارة كل يوم من وزن 135 طن واستيعاب 50 طيارة بالحضاير ومساحات الوقوف. واحتل المطار وقتها الدرجة السابعة بين مطارات العالم لجهة استهلاك المحروقات اللي بتتزود فيها الطيارات. وسنة 1956 احتل المركز الرابع بالعالم من حيث أهميته وكنقطة وصل بين الغرب والشرق الأوسط. خلال الحرب تعرض المطار لأضرار كبيرة، ولما بلشت إعادة الإعمار انطلقت ورشة إعادة تأهيله سنة 1994، وكانت الخطة بتقضي أنه يقدر مطار بيروت أو مطار رفيق الحريري يستقبل 16 مليون مسافر سنوياً عدا طيران الشرق الأوسط. بتغط بمطار بيروت طيارات عديدة لشركات عالمية وعربية وطيارات خاصة وطيارات شحن ضخمة تجعل من مطار بيروت صلة وصل بين لبنان والعالم ولبنان المقيم والمغترب.